من برلين عبر سكايب ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور ناجح العبيدي. مرحبا بك دكتور ناجح. ما أسباب التراجع في سوق الأسهم العالمي وانخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ؟ تفضل. برلين أمس كان بالفعل يوم أسود في أسواق البورصة. عمت الخسائر جميع أسواق البورصة من طوكيو إلى وول ستريت، وهذا يعني الأولى المخاوف من حصول ركود في الاقتصاد الأمريكي كما جاء في تقريركم. يعني هناك كانت مؤشرات سلبية حول التوظيف في الولايات المتحدة، إضافة طبعا إلى العوامل الجيوسياسية وازدياد حدة التوتر في الشرق الأوسط والمخاوف من اتساع رقعة الصراع. وهناك أيضا عامل ثالث هو المضاربات، يعني على سبيل المثال الملياردير الأمريكي وارن وولف باع حوالي 400 سهم من أسهم شركة التقنية أبل، وطبعا هذا أدى إلى موجة بيع في أسواق البورصة أدت إلى هذا الانخفاض وهذا الانهيار. ولكن اليوم نجحت إلى حد ما أسواق المال في استعادة في التقاط أنفاسها، وسجلت بعض المكاسب التي عوضت الخسائر الفادحة التي تكبدتها يوم أمس. نعم، يعني كيف سينعكس انخفاض أسعار النفط على إيرادات العراق وموازنته المعتمدة كليا على البترول؟ يعني طبعا هنا يجب أن نقول بأنه التوتر في الشرق الأوسط والمخاوف من دخول إيران على خط المواجهة مع إسرائيل كان يفترض أن ترفع من أسعار النفط، ولكن مسلسل التراجع عاد واستمر. ويعني على سبيل المثال أسعار مزيج برنت وهو السعر المعياري للنفط في العالم انخفض خلال الشهر الماضي بنسبة تزيد عن 10%، وطبعا هذا يؤثر بشكل كبير على الدول المنتجة للنفط وفي مقدمتها العراق، نتيجة للاعتماد الوحيد الجانب على النفط. يعني الآن سعر برنت يلامس حاجز 75 دولارا للبرميل، ونحن كما نعرف بأنه الموازنة العراقية تعتمد سعر 80 دولار للبرميل، وبالتالي هناك هو بين الأسعار المعتمدة والأسعار الفعلية. طبعا صحيح أنه الوضع في العراق لا يزال مستقر لأنه هناك احتياطات مالية كبيرة تزيد عن 100 مليار دولار، ولكن في تقديري الأزمة قادمة عاجلا أم آجلا بحكم انكشاف الاقتصاد العراقي على أسعار النفط وتأثره بشكل مباشر. يعني من المتوقع الآن إذا ما استمرت هذه التطورات أن تتكبد الميزانية عجزا ماليا كبيرا، وطبعا هذا سينعكس على أداء الاقتصاد العراقي. نعم، يعني دكتور، بالإضافة إلى ما ذكرته أيضا مع تعرض الاقتصاد الأمريكي للركود، ما حجم تأثيره في اقتصاد البلاد، خصوصا أن العراق ثالث دولة في الاستثمار بالسندات الأمريكية؟ يعني في تقديري الدولار الأمريكي لا يزال محافظ على قوته، وطبعا لجوء البنك المركزي العراقي إلى الاستثمار في السندات الأمريكية وفي الدولار هذا لا غبار عليه. يعني هذه بهذا الشكل يعني ممكن أن يحافظ على قيمة هذه الاحتياطات، إضاءة طبعا وتنويعها، لابد من تنويعها. ولكن في تقديري هذا لا، يعني الاحتياطات النقد الأجنبي لن تحل مشاكل الاقتصاد العراقي، لأن يعني صحيح الحكومة العراقية اهتمت في الفترة الأخيرة بالاستثمار في البنية التحتية وهذا توجه إيجابي، ولكن في مجال تنويع مصادر الاقتصاد العراقي هناك فشل ذريع. وطبيعة الحال يعني تنويع الاقتصاد العراقي والحصول على موارد جديدة يتطلب بالدرجة الأولى إصلاحات جذرية
لابد من الحكومة أن تقدم على إعادة هيكلة القطاع العام الذي يلتهم الجزء الأكبر من موارد النفط، وطبعا يجب أن أيضا أن تلجأ إلى مراجعة السياسة النقدية وسعر الصرف والقضاء على الفساد ومصادر تبديد المال العام. ولكن في الحقيقة أنا لست متفائلا بأنه بقدرة هذه الحكومة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات، نظرا لأنه تفتقر وبشكل واضح إلى الدعم السياسي. يعني دكتور، سلسلة الانهيارات التي تتبع عادة أزمات المال والاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا أيضا، هل سيكون العراق بمنأى عنها؟ بالتأكيد سوف يعاني العراق. يعني أنا أتوقع بأنه مسلسل التراجع في أسعار النفط قد يستمر خلال الفترة القادمة، إذا على سبيل المثال إذا ما تم التوصل إلى تسويات تحتوي التوتر الموجود في الشرق الأوسط. وطبعا هناك مسألة مهمة جدا، يعني الطلب على النفط ضعيف نظرا لوجود مؤشرات سلبية في أهم الاقتصادات العالمية. يعني الاقتصاد الأمريكي هناك مخاوف من حصول ركود، في الصين وهي المستثمر، يعني المستثمر الأول في النفط، هناك تباطؤ في النمو، وحتى الاقتصاد الألماني يعاني من الانكماش في الفترة. فطبعا هذا سيضع الاقتصاد العراقي أمام تحديات كبيرة، وربما سيجبر الحكومة العراقية على اللجوء لإجراءات غير مسبوقة. دكتور، يعني اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط قد يغلق مضيق هرمز أيضا، المنفذ الرئيس طبعا للنفط العراقي واستيراداته من السلع، هل يمكن للعراق مواجهة تحدي كهذا؟ طبعا هذه مشكلة أخرى تواجه العراق، إنه منافذ تصدير النفط العراقي محدودة. يعني الآن جزء كبير 90% يذهب عبر الخليج، الأنبوب إلى ميناء جيهان التركي متوقف عمليا نتيجة للخلافات مع كردستان. نعم. وطبعا هناك المشاريع الأخرى انتهت عمليا، يعني أنبوب النفط اللي يمر عبر السعودية أو أنبوب النفط اللي يمر عبر سوريا، وأيضا يعني موضوع خط أنابيب البصرة العقبة، هو في الحقيقة لا يوجد مثل هيش مشروع، هو مجرد فكرة لن تنفذ ولا توجد حتى يعني مخصصات مالية لمثل هذا المشروع. فإذا يعني الحكومة لابد أن تفكر بالفعل بإجراءات تنويع مصادر منافذ تصدير النفط العراقي، وأعتقد يعني أفضل شيء هو ربط خط الأنابيب، وخاصة يعني من الأنابيب من النفط القادم من الجنوب من البصرة والناصرية، وربطها بكركوك، ويعني إعادة تفعيل جيهان، يعني الأنبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. هذا سيساعد على المدى القصير، ولكن يجب التفكير على المدى الطويل بخطوط أنابيب أخرى ومنافذ جديدة، منعا لحصول كارثة ممكن أن يعني تلحق بالاقتصاد العراقي. نعم، من برلين الخبير الاقتصادي الدكتور ناجح العبيدي كان معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.